هاي والسلام. أحياناً تذهب ريشة الفنان فيما لا يشتهي اللون. واش بخبارك باللي أكبر الفنانين التشكيليين تعرضوا لبزاف ديال العنف سواء لفظياً أو جسدياً، وبزاف الاتهامات اللي لا مجال لها من الصحة. حسناً، أمواج المليح تلد أمواجاً مكونة بحراً اسمه لوحة. فبعد هجرته الروحية من أجل صقل قدراته الفنية واكتساب مهارات جديدة، فكيف ما قال المليح في أحد البرامج أنها كانت هجرة من أجل التعلم لكي يظهر للمستعمرين آنذاك على أننا احتحنا قادر نغير بزاف الحاجات لكي نعود لأرض الوطن حاملين معنا فناً باش نكون سبب في دولة متحضرة. ولكن تذهب الرياح فيما لا تشتهي السفن. تم اتهامه هو وبعض اللي اختاروا احتهما هذا النوع من الهجرة بعد عودتهم لأرض الوطن بالشيوعية، الفوضى وبتكسير القيم. وهذه النظرة لم تقتصر على المغاربة فقط، بل حتى الأوروبيين اللي كانوا تعيشوا في المغرب. وفي أوج جائحة فيروس كورونا بيعت لوحة للفنان التشكيلي سي محمد المليحي بأزيد من 5 ملايين درهم، محطمة بذلك جميع الأرقام القياسية بمزاد سوتبيز في لندن. يعتبر المليحي رائداً من رواد الحداثة، تعلم في مدرسة الفنون الجميلة بتطوان قبل أن يغادر أرض الوطن وعاد للمغرب في سنة 1964. عمل أستاذاً للرسم والنحت والتصوير في مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء، كما أنه شكل مع زميله فريد بالكاهية ومحمد شيبة جماعة الدار البيضاء التي اتسم أسلوبها بالحداثة والتجديد. يعمل ويطور أعماله التي تدور حول رموز متكررة من الأمواج، وكثيراً ما قرنت هذه الأمواج بأمواج شواطئ أصيلة مسقط رأسه أو بإيماءات الخط العربي، وأحياناً أخرى تدعون تشكيلاتها الروحية للتسامح بروح الصلح والسلام. بقي المليحي مخلصاً لهذا التوجه في أعماله ليعيد صياغة الأمواج باستمرار، مضيفاً إليها طيفاً من الألوان والأشكال التجريدية والرموز بتفاصيل دقيقة. وظلت الأمواج صامدة في فنونه الأخرى كما في أعماله النحتية. اشتغل الفنان الراحل على العديد من المناصب الرسمية، حيث عمل مديراً بوزارة الثقافة بين 1985 و1992، ومستشاراً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بين عامين 1999 و2000. شارك في معارض مشتركة في البرازيل، إسبانيا، العراق، الجزائر، السنغال ومصر، وأخرى فردية في فرنسا، الولايات المتحدة والكويت. وتم اقتناء أعماله من طرف العديد من المتاحف حول العالم. عشق الفنان البحر والأمواج، مما جعله يسمي ابنته بموجة، مسيرة فنية لا يمكن اختزالها في دقائق معدودة. توفي الفنان الشهر الماضي يوم 28 أكتوبر 2020 عن سن يناهز 84 سنة في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية بباريس. لروحه الحب والسلام. سلام.